يدخل الآن في التشكيلة إلى جانب دياني وتغييرات من الجهاز الفني. كرة خارج الميدان ترفع الأسبقية إلى 3 نقاط وانطلاقة موفقة وتركيبة تبدو أفضل من سابقتها بالنسبة لفريق الشرطة. فريق قندوز عنده قدرة فائقة على الاستماتة. ممتاز ممتاز جدا باب دياني. استقبال جيد من جانب الفريق الاندونيسي لكن الدفاع موجود. قوة عضلية كبيرة في عملية الضرب الساحق. 4-1 النتيجة لا تزال لصالح الشرطة ولا بد من مسألة استثمار هذه التقدم لتحقيق نتيجة أفضل. دودي دودي والدفاع بقيادة أندري ثم يوسف أغلاف والبلوك الناجح. أندري ينجح ينجح بلد 5-2 الفارق 3 نقاط. بداية جيدة في انتظار مزيد التعزيز. جدار السد لكن خارج الميدان لجاكرتا. خمسة مقابل ثلاثة دودي في تنفيذ الرسائل جيد. ممتاز ممتاز باب دياني ويسجل النقطة السادسة. 6-3 تعامل جيد إلى حد الآن مع مجريات الشوط بالنسبة للشرطة. في انتظار الأفضل قادر على الأفضل قادر على الأفضل. ضربة قوية ساحقة. لابد من الفوز بهذا الشوط لفريق الشرطة لإدراك التعادل على مستوى الأشواط والتقدم في الشوط الخامس. خامس خامس نعم في تاتش. جواد منافي لاعب ممتاز للغاية في تشكيلة الجاكرتا. منافي أو إيفي هذه المرة ينجح. كان منافي لصالح الجاكرتا وهناك يستأنف اللعب إذن بعد الوقت قابل 5 ويتحول الإرسال لجاكرتا. استقبال جيد الاعداد الى وسط الشبكه. بلال ابو نبوت يعود لتشكيله الفريق ثم تعود الى ايفي. محاوله رفع كوره ومغالطه الدفاع الاندونيسي المتفاطل. لا لم يتمكن بلال ابو نبوت. الارسال الخاطئ الثاني على التوالي وفريق الشرطه يستفيد من اسبقيه بدايه المباراه. استقبال الى من الكوره الى اللاعب اوغلاف مستوى نقطتين يقترب من إدراك التعادل. يوسف غلاف بكل قوة بل بوريزيتش أو بوريزلاف. بلال أبو نبوت في تنفيذ الإرسال. استقبال جدار الصد لابد يكون موجود من لاعب 10-8. نلعب في الشوط الرابع يحتاج فيه فريق الشرطة إلى الفوز لتعديل النتيجة على مستوى الأشواط حتى تصبح النتيجة 2. دور النهائي هذه الفرضيات المتاحة والفرضيات الممكنة لكن هناك صراع قوي بين الفريقين على جميع الكرات مرة أولى وثانية. والجواد لفريق جاكرتا ليعود بالمنافسة إلى نقطة التعادل على مستوى. تستأنف المباراة بعد الوقت المستقطع من جانب فريق الشرطة بكرة ناجحة. فريق الشرطة يحتاج إلى مزيد التعزيز إلى أسبقية تريح الجميع لكن جاكرتا ليس بالفريق الهين حقيقة. الشوطين الثاني والثالث الرؤية لم تكن واضحة إلا في الشوط الأول حقيقة في هذه المباراة. والشرطة يوسف أغلف في تنفيذ الإرسال. هذا اللاعب منافي جواد منافي المحترف الإيراني
هذه هي الكرة الأخيرة التي أمامنا، سجل بها النقطة الفريقين 12-12. أوكيلو دودي في تنفيذ رسال صعب، استقبال جيد من ناجي، الدفاع متفطن، الحمد لله أنه الدفاع متفطن في هذه الكرة. ضربة قوية ساحقة من ديرليتش لكن تعود للمرة الثانية على التوالي، ومرة أخرى يوسف غلاف يعيد الكرة للفريق الأندونيسي. دودي قوية من جانب الفريق الأندونيسي الذي يصبح متقدم الآن ب 13-12. ماذا عسانا نقول في وضعية مثل هذه؟ 13-12، الأمال ما زالت موجودة، لكن لا بد من النجاحات، لا بد من الحلول، هجوما دفاعا صدا. 14-12، الأخطاء تتوالى في أداء فريق الشرطة. انذار يبدو لهذا اللاعب الذي أمامنا، اللاعب رقم 13 من جانب فريق جاكرتا، هيرناندا زولفي هيرناندا. 14-12، التقدم للفريق الأندونيسي. هو الذي تلقى الانذار ربما او الورقة الحمراء. نعم، طرد للاعب جواد منافي بسبب ربما الاطناب في النقاش، او يعني أربعتاش مقابل 13 على كل النتيجة. ليس منافي الذي تحصل الورقة الحمراء، ربما يكون هيرناندا زولفي الرقم 13. الحكم الكويتي الذي يدير هذه المباراة يأذن باستئناف اللعب بإرسال، ثم كرة 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 للشرطة، وكرة ناجحة. حاسم بالنسبة للفريق، وانطلاقة جديدة بأمال جديدة، وهذا إرسال ثاني قوي لكن متفطن الجدار السد القطري في الكرة الأندونيسية الأخيرة، ومرة أولى ثم مرة ثانية، ومحاولة رفع الكرة بالدفاع الأندونيسي، وصراعات متواصلة على الكرة الأخيرة، التمويه ثم الضرب الساحق، والنتيجة لا تزال التعادل 15-15 و 16-15 بعد الثاني في هذا الشوط الرابع من المباراة. مثيرة بين الفريقين في هذا الدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية للأندية. تقدم شوطين لشوط للفريق الأندونيسي على الشرطة القطري، بينما التعادل سيد الموقف في الشوط. ستكون أسهل لفريق الشرطة الذي لم ينهزم ولو في مباراة واحدة منذ بداية البطولة، بينما فريق الأندونيسي انهزم أمام الفريق سانتوري، وهذه ضربة قوية ساحقة إلى ضارب قادر على تخليص العمليات. استقبال بالإرسال صعب والاستقبال جيد، ثم تعود الكرة لصالح الفريق الأندونيسي مرة أولى ثم ثانية. دودي ومتفطن الدفاع الشرطة، وبلال أبو نبوت، ثم من هو اللاعب صاحب الكرة الأخيرة؟ إرسال لصالح جاكرتا، استقبال الأعداد لمن للاعب فاسيتش، بلال أبو نبوت في تنفيذ الإرسال، الخبرة مطلوبة في هذه المواقف الصعبة من بلال أبو نبوت وزملائه بقيادة هذا اللاعب أوكيلو دودي إلى جانب اللاعب جواد منافي. كرة لدياني لكنها لم تمر، تعود لصالح الفريق. إرسال تصطدم بالكرة بالشبكة ثم تمر داخل الميدان، كرة دودي من خلال هذا الشوط المتعادل في أغلب فتراته.
محاولة رفع الكرة لكن متفتن الدفاع الأندونيسي. دودي 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 نجح دودي في تأخير. بكل قوة لكن الدفاع الأندونيسي موجود، ثم تعود إلى منافي ونقطة، نقطة أندونيسية تعقب. 21-19 النتيجة الحالية للشوط الرابع، تقدم للفريق الأندونيسي أمام الشرطة. الشرطة يبحث عن نقطة الأمان. صعبة 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 الكرة وناجحة بالنسبة للشرطة. 21-20 يا عمر، مرحلة من المباراة تفاديا للاكتفاء بالمنافسة على المركز الثالث من هذه البطولة. تودي صالح فريق جاكرتا الذي يصبح رسميا متقدم بفارق نقطتين 22-20. دودي الاستقبال، نبحث عن ضارب، نبحث عن نقطة، جاءت النقطة من اللاعب يفي بايرام، يتطلع إلى الفوز في هذا الشوط لإدراك التعادل ونقل المباراة إلى الشوط حاسم. أي أي منك يا دودي، دودي مرة أخرى. أوكيلو دودي، جواد منافي في تنفيذ الإرسال. هذه كرة للشرطة، هذه كرة للشرطة، هذه كرة للشرطة وناجحة، ناجحة. يقلص هما كلمة السر في هذه النقاط القوية خارج الميدان مع رغم طلب، لا 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 لم يطلب أحد لا هذا ولا ذاك. الماتش بوينت، الماتش بوينت يتأجل الحسم فيها إلى كرة موالية إلى أمل جديد. للميدان دائما حقائق مختلفة عن حقائق الأذهان والقلوب ونهاية المباراة. أعزائنا المشاهدين بفوز فريق جاكرتا الأندونيسي على فريق الشرطة بثلاث أشواط مقابل واحد، وبالتالي جاكرتا هو الذي سينافس سانتوري في الدور النهائي لهذه البطولة، بينما الشرطة سيلاقي مرة أخرى فريق شهداب الإيراني للمنافسة على المركز الثالث. كنا معكم في التعليق على هذه المباراة، مباراة الشرطة القطري وجاكرتا الأندونيسي. عودة إلى زميل يوسف والكباتن معه في الأستوديو لتحليل، وأكيد هناك الكثير ما يقال عن هذه المباراة. إلى اللقاء ونلتقي في موعد رياضي قادمة إن شاء الله.